يا اهلا وسهلا، صباح الخير. تونا صاحين بدري اليوم ورايحين المحل، اشهر محل كبدة موجود في الرياض او شمال الرياض تحديدا، لانه في شح محلات كبدة هنا. خلونا نروح اليوم لدار الصباح. بسم الله، اهلا وسهلا. احنا الحين في ام الحمام، وصلنا لمحل دار الصباح. المحل هذا شغال من عام 1992، حاطين برا ان عندهم شيء جديد اللي هو الكرك والشاي العدني، وبنفس الوقت دخلنا وطلبنا كبده صاروخ. زي ما انتم شايفين على دوار السعاده شغال الرجال، سوينا هذيك الكبده ودهانه خبز الصاج بالجبن السائل، طلع عليه الكبده اللطيفه، والنتيجه هي الساندويش اللطيف هذا اللي تشوفونه معنا الحين. خلونا ناخذ نظره عن كثب ساندويش الكبده اللطيف. زي ما انتم شايفين هنا هذه خبزه الصاج الجميله. خلونا ناكل لنا عرمه، نقول بسم الله. من زمان على الكبدة، اجتك الكبدة ببهاراتها مع الطماط والبصل المحموس والنكهة النادرة جدا اللي ما تحصلها الا في الكبدة، اللي تحس بالجبن السائل وانت تاكل كريمي بشكل لطيف، والعصارة الموجودة في هذه الكبدة خبز الصاج تسعد كل حواسك الموجودة، جميلة جدا. الله، صدق من زمان ما اكلت كبدة، فاكتشفت اني يعني كنت فاقد شيء جميل جدا في الحياة. تاخذ لك الشاي العدني اللي مغلف بهالطريقة، الله يا سلام. لا فلات وايت ولا في 60 ولا خرابيط، هذا صح، هذا الأصل، كبدة جبن وعدني. هي حالاتها دائما عصر ربيع معها، بس ان اليوم حبيت أجرب الشاي العدني جديدهم في دار الصباح. الله، طبعا احنا عندنا مشكله في ظهر شمال الرياض، في شح من ناحيه مطاعم الكبده، فدار الصباح واحده من الخيارات الممتازه، وهذا اذا ما كان واحده من افضل الخيارات بكلام عامه الشعب، لان من يوم اني صغير دائما اسمع عن دار الصباح دار الصباح دار الصباح، وفي الشمال كله ما قد سمعت عن محل ثاني كبده ينصحون فيه الناس. يعني فيه واحد قد صورته قبل، كانت كبده سعد، وفيه هذا دار الصباح. هذه الكبدتين اللي موجودة واللي أنا شخصيا أعرفها كمحلات كبدة كويسة. تأمل الجمال، الله، منوره. شوف شوف شوف، بصل على الطماط على الكبدة الجميلة على الجبر الجميل اللي مجمعهم كلهم، هذه الخبزة، خبزة الصاج، الله. والكبدة مع الشاي العدني كانت ب 13 ريال، فسعر معقول برضو. جميلة جدا، واحدة ما تكفي. صح انك اذا افطرت كبدة الصبح تحس انك اسد، ولكن صدقني من ألذ الاشياء اللي ممكن تاكلها دار الصباح، كبدة جبن، خبز صاج، صاروخ. استمتع، خذ لك بعدها عدني. عندك محلات حلوة لطيفة زي كذا اكتب لنا تحت في التعليقات، خلنا ننبسط. سلام.